السلام عليكم، صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل. دائما تمنى حدوث أشياء جميلة، دائما عقلك الباطن لا ترسل له إلا كل شيء جميل وإيجابي. تفاؤل، وهذا منهج نبوي، منهج نبوي. تفاؤلوا بالخير تجدوه، انت فعلت بالخير تجد هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عمبا عبدي بي، فليظن عبدي بي ما يشاء، فمن ظن خيرا فله الخير، ومن ظن الشر فعلي دائرة السوء. فدائما لا تظن إلا خير، ودائما تذكر أن ما بعد الكرب إلا الفرج. التفاؤل منهج نبوي. يعني شوف الأنبياء كلهم، يعني مرت عليهم أحداث، يعني أنت لما تقرأها تقول خلاص، لكن أتى الفرج بلحظة. خذ هذا المثال لغزوة بدر بين المشركين والمسلمين، بلغ عددهم 1000 مقاتل والمسلمين 313. شوف الفرق، 313 مقابل 1000، الفرق حول 700 زيادة لصالح المشركين. ومع ذلك الرسول أخذ يلح على الله سبحانه وتعالى، ثم أتى الفرج بلحظة. موسى عليه السلام، فرعون خلفه والبحر أمامه، أصحابه اللي معه قالوا: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وبالتالي من نجا؟ موسى. وأغرق الله؟ فرعون. تفاءلوا وظنوا الخير. وفي نقطة يا جماعة كلكم ملاحظها، انك اذا جلست مع ناس متحلطمين متشائمين تخرج منهم من المجلس وانت يعني ضيق الصدر ويضيقون عليك الوسيعة. لكن انت جلست مع ناس متفائلين، ناس ما شاء الله عليهم همتهم عالية، ستخرج منهم بفائدة لا شك. يكفي انك تخرج منهم وانت منشرح الصدر، لانهم بثوا الإيجابية والتفاؤل والمعنويات العالية. لكن تجلس مع ناس متشائمين متحلطمين، أعوذ بالله. فقل لمن تصاحب أقول لك من أنت، فلا تجالس إلا ناس يرفعون بك فوق، يرفعون بك فوق فوق. الناس اللي نزلوك تحت لا. حبيبي الغالي، لا تنتظر الظروف تتغير والعالم يتغير حتى تتغير أنت. لا، ابدأ أنت وكن أنت البداية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أختم بهذه الجزئية ونكون انتهينا من كلامنا اليوم وحلقتنا اليوم عن كيف تكون إيجابيا. يا أخي الكريم، حتى ديننا يدعونا أن نكون إيجابيين وأن نكون طيبين. إذا احتسبت الأجر، جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة إيش؟ صدقة، تتصدق. إذا كان كلامك طيب، كلامك إيجابي، على قولتهم إنسانك يقوطر عسل، عشان يقوطر عسل عسل. فدائما خلك طيب، كلامك طيب، لا تحسد، لا تغمز، لا تلمز، لا تستنقص من أحد، تواضع، ومن تواضع لله رفعه. فدائما انشر الإيجابية بين الناس وبين أخوياك، عسى الله يوفقنا وإياك.